هذا هو المشهد اليوم في معبر سيمالكا في شخابور الحدود العراقية السورية. اليوم بقرار من إقليم كردستان العراق سيتم إغلاق المعبر إلى إشعار آخر. اليوم هو آخر مهلة لعبور حاملي الإقامات الأوروبية والعربية من مناطق شمال وشرق سوريا إلى إقليم كردستان العراق. طبعا هذا المعبر يعتبر المنفذ الوحيد وشريان الحياة لمناطق الشمال وشرق سوريا. بإغلاق معبر في شخابور سيمالكا ستكون مناطق شمال وشرق سوريا محاصرة بشكل كامل. هذا هو المشهد في معبر سيمالكا في شخابور